ويعني من السلط إلى نابلس. نابلس النون نبض فلسطين وسوقها الزاخر وعصبها الاقتصادي، والألف أرض كرم وشهامة، فهي جبل النار على المحتل وموقد كانون الدافئة لأهلها، والباء بطولة وتمسك بالإرث والتاريخ، واللام لو كان لي قلبان لوضعت عبال في واحد وجرزيم في الآخر، وسين سلام من بيت للكل إلى المدينة وأهلها ولكل أمتنا العربية. نتابع إياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير حول مدينة نابلس. بضعة كيلومترات فقط تفصل جبال السلط عن جبال نابلس وعن أضواء وأنوار مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، فتلك الابتسامة الساحرة فوق أكتاف عاصمة الأردن الأولى يكتمل بهاؤها في شعاع سرمدي على جبهتي جبلي عبال وجرزيم، حراس عاصمة جبل النار نابلس الوادعة الصابرة العصية. بين السلط ونابلس قصص روحانية وتوأمة تاريخية متناثرة في كل زاوية على ضفتي النهر المقدس، تزدحم في ثنايا حواضن الثقافة ومنارات العلم والنسيج المجتمعي الواحد المتعالي فوق تقزم حدود الجغرافيا وصانعي النكبات. فلا تذكر نابلس إلا وتحضر السلط في الخيال الجمعي للأردن وفلسطين، فبين كلية نجاح أولى منارات العلم في الضفة الغربية تطل مدرسة السلط الثانوية كأول صرح تربوي في الأردن الحبيب، فكلتاهما كانتا مركزا تجاريا لبلاد الشام والضفتين وحاضنتيهما الثقافية. مناخ لطيف وطبيعة خضراء خلابة جبلية جذابة من الطراز الذي لا يقاوم، مع سلسلة من الغابات والاستراحات على أكتافهما كأنهما توأمان سياميان من رحم واحد، تحالف التاريخ مع الجغرافيا في علاقة نسجتها الظروف الجيوسياسية منذ القرن 19 ليحمي عشائر البلقاء طريق تجارة الصابون النابلسي الذي كان يجوب العالم في فخامته وجودته، وكذلك كانت السلط وبوادي البلقاء المزود الرئيسي لمصابن نابلس برماد العكو المستخلص من نبات الحمض النابت بكثرة في أوديتها وشعابها، فلا صابون نابلسي بلا هذه المادة في ذاك الزمان، الأمر الذي فتح المجال لمصاهرة وعلاقات تجارية وحضارية مبكرة بين عائلات نابلس والسلط، فعائلة طوقان وبعض الأجنحة في عائلة الشخشير والعشرات من العائلات ذو الأصول النابلسية هي جزء أصيل من التركيب العشائري والديمغرافي للسلط الأبية. فارتباط المدينتين هو صورة تحاكي واقع الشعبين الأردني والفلسطيني، دم واحد يسري في عروق جسدين شكلا أيقونة للعلاقات العربية المتينة منذ فجر التاريخ.